بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيام بسيطة يدخل علينا شهر من أفضل شهور السنة، شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتسلسل فيه الشياطين. شهر له فضل ومكانة عظيمة. في باب اسمه باب الريان يدخل منه الصائمون، ربنا اختص الصائمين بالدخول من باب الريان. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. شهر الرسول عليه الصلاة والسلام كان جوادا للخير وأجود ما يكون في رمضان. شهر في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر السحور فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. يمكن رمضان السنة دي مختلف شوية عن أي سنة فاتت. رمضان السنة دي فترة الحظر هتكون أكبر شوية في رمضان. أعتقد إن فترة الحظر هتبدأ قبل الفطار، ممكن تبقى الساعة 5، ممكن تبقى الساعة 3، على حسب ما يتم إقرار مدة الحظر. فدي فرصة كويسة جدا إن احنا نحاول نزود الطاعات في رمضان، نزود قراية القرآن في رمضان، نزود كل العبادات من صلاة، من صدقة، من ذكر، من صلة أرحام، من التود والتقرب إلى الله. في شهر رمضان لازم نتمرن على حاجة قبل دخول الشهر. صلاة التراويح أو صلاة القيام هي سنة. صلاة تكون منفردة أو جماعة دي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها بداية منفردة وصلاها جماعة. في عهد سيدنا عمر لما لقي الناس بدأت تغفل عنها بدأ يجمع الناس يصليها جماعة في المسجد بإمام واحد. طيب يعني احنا نقدر نصليها كده ونقدر نصليها كده، نقدر نصليها لوحدنا ونقدر نصليها جماعة. وبما ان المساجد مغلقة فدي فرصة اننا نتمرن على حاجة من قبل دخول الشهر، ان احنا نبدأ تكوين شخصية قيادية بصلاة الجماعة. نبدأ نتعلم ازاي نكون امام في صلاة الجماعة. حتى لو هنقرأ من المصحف مفيش مشكلة، في مساجد كتير كانت بتصلي القيام من المصحف، يعني مفيش اي مشكلة خالص. بالتالي احنا من قبل رمضان مع اهلنا في بيتنا مع ناسنا نبدأ نتعود اننا نعمل صلاة جماعة مصغرة
في كل الفروض وفي صلاه القيام وبالمصحف، مفيش مشكله. بالتاكيد بالتاكيد الاجر في رمضان كبير، بالتاكيد الثواب عظيم في شهر رمضان، نبدأ نزود مساحة تواجدنا مع المصحف، نقرأ كم أكبر، نقرأ بانتظام. اللي بيخلص القرآن 30 جزء في الشهر يحاول جاهدا إن هو يزود شوية، مرة ونص أو يخلصها مرتين أو ثلاثة، كل ده الثواب ليك أنت مش لحد تاني. زيادة الطاعات في رمضان ليه نحن مش لحد، إحنا اللي بناخد الثواب، إحنا اللي بناخد الأجر. نبدأ نتعلم ونستعد لرمضان. لو استعدنا لرمضان هندخل رمضان واحنا جاهزين، لكن ما يجيش رمضان نبدا نستعد جوه رمضان هتضيع مننا وقت طويل في رمضان. نبدا نتعلم صلاة الجماعة، نبدا نتعلم ازاي نكون امام في صلاة الجماعة. والدعاء في رمضان عظيم، كل يوم في صلاة القيام أو صلاة التراويح يكون فيه قنوت، يكون فيه ابتهال إلى الله، يكون فيه توسل إلى الله أن ربنا يزيح عننا الأزمة، ويزيح عننا الوباء، ويزيح عننا الأذى اللي احنا موجودين فيه. غلق المساجد حاجة صعبة، لكن احنا نقدر نخلي بيوتنا مساجد. ويعلت هي الارض مسجدا وتربتها طهوره، كل مكان في الارض يصلح ان احنا نصلي فيه. الجماعه مش شرطها المسجد، الجماعه موجوده في كل وقت في كل مكان. نبدا نعود ولادنا وندربهم، نبدا نعود نفسنا قبل ولادنا وندرب نفسنا على صلاة الجماعة، يبقى عندنا الثقة الكافية في نفسنا، الثقة الكافية ان احنا نقف قدام ربنا امام للجماعة، امام لصلاة الجماعة، بحيث ان احنا نبقى جاهزين في رمضان ان احنا نقدر نصلي صلاة التراويح ولو بصفحة في كل ركعة، صفحة في كل ركعة. هنحس بالاستمتاع اكتر، هنحس بجمال وحلاوه صلاه التراويح اكتر. الصدقه، قرايه القران، صلاه القيام، الذكر، التسبيح، الاستغفار، كل دي حاجات نقدر نعملها بسهوله، كل دي حاجات نقدر نتغلب عليها ونواظب عليها بسهولة. كل ما لساننا ياخد على الاستغفار هنستغفر في أي وقت، كل ما لساننا ياخد على التسبيح هنسبح في أي وقت. حاجات مش محتاجة مجهود، حاجات بسيطة وسهلة ونقدر نعملها مع أهلنا. رمضان شهر عظيم، شهر كريم، ربنا اختصنا كأمة محمد بهذا الشهر، واحنا بنأدي ركن من أركان الإسلام، ركن أساسي من أركان الإسلام اللي هو الصيام. الصيام لازم معاه حاجات تسلمه، لأن احنا صيامنا ما بيكونش كامل، صيامنا في تعاملات، في تحركات، في كلام، في لغو، فمحتاجين مع الصيام
ان احنا نسنده بطاعات جنبه. محتاجين مع الصيام اننا نحاول نرفعه درجة اكبر من اللي احنا بنتمناها. الاجر من عند الله، وربنا اللي بيكتب قيمة صيامك عنده قد كده، هو اللي بيقدرها محدش تاني. واعتقد من العبادات القليلة اللي ربنا اختص بيها نفسه في الاجر، الطاعات اللي حوالين الصيام بتقوي الصيام. الطاعة البسيطة سواء كانت سنة، سواء كانت تطوع، سواء كانت عمل خير، سواء كانت مساعدة ناس، سواء كانت صدقات، سواء كانت أذكار، سواء كانت سنن، قراية القرآن باستمرار، دي كلها حاجات بتسند مع الصيام إن هي إن إحنا نوصل لدرجة كبيرة عند ربنا في رمضان إن شاء الله بإذن الله. أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن فترة الوباء ده ما تطولش بإذن الله. أتمنى إن يجي علينا العيد بإذن الله ونستمتع بالعيد، ويكون الوباء ده انتهى، وتكون الأزمة دي انتهت على العالم كله، على كل البشرية إن شاء الله بإذن الله. الوباء ما يطولش والأزمة ما تفضلش معانا أكتر من كده، ويا رب المساجد تتفتح بعد انتهاء الوباء، يا رب ودينا لبعضنا يرجع تاني زي الأول، ورمضان كريم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.